نفسي قلبي راه يجري وعروقه انقلط عدلي سمني جرعوني من عروهم قلت منيح وفطروني حليبهم كليلة الوقف بلا قدام يطيح الوقف بلا قدام يطيح وسبي بالمحنار اسبي بالمحنار سنطيح. Mes chers amis, bonsoir, msakoum bel khair. مرحبا بكم. راني فتحت لكم اليوم باب باش تدخلوا الدار. مرحبا بكم عندي. تفضلوا جلسوا، الدنيا راهي فرشه مطارح، كراسي وفوتيات، ديروا بجلس اللي يساعدكم وتفضلوا. مرحبا، راكم دايرين بيا. مرحبا بكم. عرضكم ولا قاعده تاع الرمان؟ علاش الرمان؟ بغض النظر على الفوات الصحية تاعو، لاني حبيت نبدل الجو معاكم. راهو كي كرهنا هاد الكونفينمون رايحين نفدو، حبيت ندير هاد القعدة مع بعضنا نحيو بها ضيقة الخاطر. عن اليوم عرضكم عصير الرمان، نحبو بزاف لكن نحبو بنسبة الورد المقطر راس قطار. دروك نسربي لكم تذوقوا وبربي ان شاء الله نجوزوا وقت مليح في هاد القعدة. في البداية بزمان سربيلكم بزمان نبداو سهرتنا مع قصة صفية بنت قسنطينة، حبيت نسمعكم في حبيبي مني هارب واللي نغني فيها على زنقة قسنطينة، زنقة العمامرة، على الشط، على البطحة، على سوق العصر. نسمعها مع بعضنا ونبداو مع بعضنا إن شاء الله سهرتنا معها في قصة صفية بنت خدوجة والطيب. نزعونات هنا في عشية وانا نوصل قراغي وانا نوصل قراغي قلبي ديت ونقسنطينة حبها والله غالي حبيبي مني راكم قاعدين مليح، طفيتوا التلفزيون، نقصوا في الضوء، راكم مجمعين. مرحبا بكم. بسم الله بديت وعلى النبي صليت، حاجيتك في بيتك ومع ولاد الفاميليا حطيتك. نحكي لك سيدي السلطان والملك لله، اذا كذبت انا يغفر لي ربي، واذا كذب الشيطان علي نعت الله. كولوا بالصحه. نحكي لكم على صفيه بنت الطيب وخدوجه، سماها باباها صفيه من صفا عينيها زرق السماوي وعرض جبينها الضاوي وشعرها الاسود ضافر طولها امها في الملاوي. بنت 6 سنين وعقلها مجمول، إذا جاعت ما شكات وإذا طاحت ما بكات، رضعت الصبر من حليب أمها وما قاساته مع باباها. الطيب راجل خدوجة خدام حزام،
يخدم مع السوق كل مره وين يلقى خدمه، مره في كاروبير هم البواقي، مره في سانت أرنو العلمه، كل مره كيفاش يغيب سمانه 10 ايام ويولي خدو جا المغبونه ما عندها وين تروح. كي يكون غايب راهي حرمتو هاي في الدار ما تخرج، وكي يجي هاي قيمتو. كي كانت امها حيه لاطاس الله يرحمها كانت مره في 3 اشهر يخليها تروح تقيل عندها حتى نبات ما تباتش. كي ماتت ميمتها ما عاد عندها حتى واحد. يا غريب لك ربي، تلقاها في دويرتها الدور هاي تفتل في النعمه، هاي تحل في التريده، هاي تغزل في الصوف باش تخدم تريكو للشتاء الصفيه. وكي يجي الربيع تجبد القطار وتحطه في وسط الدار وتكير الزهر بالغربال وتحط تقطر ليها وجارتها زاهية. زاهية هذه مرا كبيرة ساكنة هي ومولا بيتها، ما الزوجة راجلها شايب كبير، هي طرشة وراجلها عقون. كيما تقول خدوجة كل واحد يدي مكتوبه في الدنيا هذه. وكي جا ربيع الصفية تجري في وسط الدار وتلعب بالزهر والورد المنشور، نشرته باش يتحط في العطر باش تقطر. انهار تقطر خدوجة الزهر تبدا به هو الاول قبل الورد. نهار تحط تقطر عرس كبير عند صفية، اي تجري من شوكة لشوكة واي فرحانة. تحط خدوجة القطار في الكانون على نار الجمر الهادية وتكير الماء حتى للمعصم، وتكب غربال الزهر وتقفل بالقفيلة وتحط المغلفة ينزل فيها العرق بالقطرة. خدوجة ما تعبرش تقطر ليها وجارتها، هذيك زاهية وراجلها عايشين في هذيك الدويرة ما عندهاش ولاد. نهار التقطار زاهية اللي توجي تسالي القهوة العصر ودير الطمينة وتحط الكاروكي ويشربوا قهوة العصر ضاحكين ولاعبين. نهار توقت خدوجة على راجلها الطيبة مروح لقسنطينة، تنوض بكري تنصب غداها، ما تخلي هذه الشخاشخ وهذه طواجن البطيبة اللي مسود لها ساعتها. الحق بطيبة ما يخلي ما يكركر، وخدوجة قلبها كبير ويدها ما يشليها. هذاك الخير اللي يجيبه بطيبة كل تقسمه على النص، نص تحكمه لدارها ونص تمدو لزاهية. راجل زاهية قال لي وما كان مكان خدمة يخدم نهار وعشرة قاعد. اي بكري كانت القناعة، كان الخير مبزع والناس شبعانة، كان الراجل يدخل بشكارة سميد نص صبالة على رافدها على كتافه ما يحطها يوصل وسط البيت. ودركا عاد شكارة تاع 5 ولا 10 كيلو تاع السميد يتقابضوا عليها الرجال وطيح عليها الروح ويحكموا عليها طاكسي باش يوصلوها للدار. خدوجة فحلة ونص علمت بنتها القناعة، قالت لها شوفي يا بنتي ما تحطي اللقمة لمولا بيتك حتى نضوقي جارتك اللي وصيتك تعلم فيها من الصغر. ايه يا الدنيا درك عاد يقولوا ما تخرج الصداقة حتى تشبع بيت العيال، هكذا يموت الفقير بيناتنا وواحد لا يجيب له خبر. المرة هذه بوطيبة روح فرحان سلكوه المرة هذه مليح. أجبد السوارد وقت العشاء ومدهم الخدوجة قالها هاكي خبيهم. طردت خدوجة حطتهم في الصندوق، هزت صينية العشاء والمايدة وهزت شقالة الماء راحت في الكوزينة. رقدت صفية في الكوزينة ورجعت للبيت، قالت له أبو طيبة أنا شتيت نخرج نشري طريف وقماش نخيط قنيدرة صفية، هاو الربيع جا وما عندهاش قش الربيع يقعد لها حتى للصيف. ما جات مغبونة تكمل الكلمة حتى الخبطة جات فيها، قال لها شفتي الصوارد عميتي هات 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 مصرف وصرف وصرف وليها راكم تمشي معايا حتى نكسيكم انا كل 15 يوم تفصلي انت وبنتك، نوضي درك جنبي الصوارد نحرقهم نسكر بيهم ما نحبش اللي ديتي تذكر لي اسم الصوارد. سكتت المغبونه غدوه الصباح نوضت الفجر زربت طيبه القهوه راجلها وراحت تزرب تسيق ودير الداره في الحوش، خافت لا تنوض زاهية جارتها تلقى عينها زرقاء هما الطريحة اللي خذتها البارح مسكينة. كي جابوا طيبة فطر يا أخي ده ربي ولا جبد 20 دور حطها لها في سلية القهوة، قالها كي يطلع النهار خرج انتيا وصفية شري لها طرف قماش ليها وشري قماش ليك خيطوا بنظر للربيع. خدوا جابت السويقة زدت في زنقة العمامرة
وداها المكتوب 40 شريف. بوطيبة كاري بيت وكوزينة تم. كي طلع النهار وضت صفية وشربت حليبها قالت لها امها رانا خارجين رايحين نشري طيف قماش ليك وليا. ماتت بالروح بفرحة صفية 6 شهور ما خرجتش بالدار. لبست صفية بلوزتها وجبدت خدوجة ملايتها عصبت راسها وربطت ملايتها بالرقاقص ودارت العجار وقودت صفية من يدها وخرجوا كيف كيف باش تروح السوق العصر عند المزابي. فاتت خدوجة على الرصيف ورحبت الصوف ودخلت على زنقة مقيس حتى خرجت للطرعة تاع سوق العصر. خدوجة صح مزوجة وعندها طفيلة عمرها 6 سنين هم بصح صغيرة في العمر في عمرها 22 سنة زوجوها ماضيها على 16 سنة. وصلت خدوجة لحانوت القماشات عند المصابي كي شافها تفتش على القماشات وشافها من عينيها باينة صبية. اش بدلها حرير الزراميط واش بدلها الخيلي والديدي ونفار عشية وقالها خيري ما بغيتي. قالت له خدوجة لا لا بغيت طريف كريستال وطريف بوبلين منورة نخيط قريدرة ليا ولبنتي. شرات من عنده ما بغات. كي عادت مروحة فاتت على سيد الجليس قدام العين حبست الصفية شربت ميها وغسلت يديها ووجهها. علاش ما تلقاش نتما الرايصة نتاع الفقيرات وبنتها عتيقة دارهم نتما مقابلة العين في سيد الجليس. حكموها بالسلام يموتوا عليها كانت امها حبيبتهم وكانوا يمشيوا لبعضهم. واش راكي يا خدوجة واش واد الغيبة وعدنا ما نشوفوكش. قالتهم حتى انا راني متوحشتكم نشم ريحة ما فيكم لا ينهي الله غالب مشغول الدار والراجل يخدم. بقتهم بالسلامة وروحت للدار. كي روحت للدار غداها منصور نصبت قبل ما تخرج تلقى بوطيبة يستنى فيها البيت. قالها واش عطلك؟ قالت له هاي كيفاه كيفاه. زات المغبونة خذات طريحة كيفاش خلقك ربي وتقعدي تشيخي في الزقاق بالملاية. يدفرها مسكينة طيح على عين قفاها يتخبط راسها في الصندوق تاع القش. في بلاصتها المغبونة طيحة بلا نوضة. لمزية صفية ما حضرت ما شافت كانت فرحانة طريف القماش طلعت عند زهية تنعتهولها. اخرج بوطيبة كيل وليا اجري وليا اجري وليا. زاهية طرشة لا جايبة خبر اخرج الراجل هالعقون يجري. حاجة الله قضاها الله. الناس كي سقساو كيفاش صرات لها قال لهم واقفة دارت لها دوخة طحت. راحت خدوجة الحرة لالة تنسى محنية اليدين وتيتمت صفية مولات 6 سنين. راكم متبعين يلا نبغى فيغ بتيت بوز ميوزيكال ونرجعو نكملو. راهو عندنا الرمان مفصص اللي يحب الرمان حب يتفضل. كلامي مطروب منظوم كلامي مطروب يا ليلى وكلامي مطروب منظوم كلامي مطروب يا ليلى وكلامي بادي بنك شعر موهوب ليلو غني مطرب بادي بنك شعر موهوب ليلو في زنقة ودروب يا ليل وزنقة ودروب لا تهم في زنقة ودروب يا ليل وزنقة ودروب لا تطيح في الواد اللعوب يا ليل وزنقة ودروب لا تطيح في الواد اللعوب يا ليل الواد باني توبة توبة ليل وهاتوبة توبة نعم الفاني العبد الفاني توبة توبة ليل وتوبة توبة العبد الفاني توبة توبة ليل وتوبة توبة دنيا تمشي بالمقلوبة ليل وتوبة توبة دنيا تمشي بالمقلوبة ليل وتوبة والدنيا تمشي بالمقلوب الدنيا تمشي بالمقلوب. نمشيو الآن الجزء الثاني ونكملوا قصة صفية وما صار لها بعد ما ضربها راجلها وطاحت على عين قفاها. هي الدنيا الغدارة
والناس تقاتل على شكاره سميت صب خدوجه صبحت ما باتت قشها قاعد دبل خياطه سمعوا العباد جاوها من قسنطينه كامله جيران امها تاع بكري من زنقه العمامره من صباط البوشيبي سيدي بو عنابه وروح وروح حتى نسر الصيف ورحبه الصوف ومقعد الحوت نزلوا كلها تحيروا هبطوا ليها حتى من القصبه وسيد الجليس هاي فرد زنقه هي راحت الولية مولا 22 سنة حافظة راجلها وصاينات ولا تخرج كي انت جاتها حتى الحمام محرموا عليها وسط الدار بيتها وبيت زاهية معمرين لوح العظمة ما طيحش زاهية حاطة في حجرها صفية وقاعدة طلبوا رجال الطريق يهزوا خدوجة زاهية ما حملتش تشوف الطيب في عينيه من الشي اللي دار والشي اللي صار هما صدوا وتهز هي العيطة حتى خرعت نسالي قاعدين قدامها هي يعني ما تعرف تغني ما تعرف تعدل لا ينهي تمحم حتى كبدتها على الشري صرا هزت تقول يا وخدي على خدوجة خرجتي تشري الكتان والخاين فكي استنى رافد فيك في يده الكفان هاي معاني كل على الطيب انسى كرعود يقلبوا في يديهم هذا وين فهموا واش صرا وكملت قالت يا صبري على خدوجة يا الحرة بنت الدار وصفية مساتيتي ما شعبت في الكبدة النار هاو كلام الصواب وكلام حنين هاي مغبونة خرجت تشيري في القماشات والكفن يستنى فيها في العشية روح يا الدنيا لا في كمان كي سمع نسا ما قالت ناضو يبكي بالساكتة كل واحدة تفكرت همها اللي تبكي على عمرها اللي راحوا قعدت بلا زواج اللي تبكي على الراجل اللي موش لاتي بيها ومتبع الهملة ونسى واللي تبكي على باباها قردها من الورث كل وحدة وهمها هو مهكاك يعصروا في عينيهم الساكتة تدخل عليهم حنة اليهودية مرت تويتو سايغي اش كل ما يعرفش حنة حنة ربي مسعود عمها اعطاها ربي من الصوت كلامها وافي في نظم القوافي تبكي القلب الجافي إذا دخلت العرس تزهيه وإذا حضرت الجنازة ترحلها الحرايط تسد عليها بستة شهور لعراسهم باش تحضر وما تسلكش راجلها سيغي وما خصها خير زهوانية برك تشتي العرب وعطاها ربي في الغنى والتعداد بعد ما قالت زهية زوج كلمات وحنا تسمع نطقت نانا العارم جارتهم انت ناضت قالت يا عرسة الدار يا سقف الداير قصب وعرعار والقلب الحاير نطقت من هيه اما فاطمه قالت كليمه يا لاله خداوج القد والزين والزهر معوج او تنوضنا محنه قالت ما داوش قد القمه ربي تقولوا ايه كي قعدت الكامله خدوجه كي غنيت ياي من جايزت فيها كلمه ماشي حتى مقاديه وتتحزن بالصوت الحنين والميزان الرزين هزت العيضة طبع الزيدان قالت القلب لا باش يبرى وحزان ليل يدواهم اللي نحبهم بكثرة الموت هدف وداهم القلوب تبكي بحسرة ولا من سمع بكاها هاد المعاني على صفية صابرة ساكتة وزات هزت بالزيدان على خدوجة يا وخدي وخدي ودموع الخدي والناس ملمومين ضفروك عينك فاك هالكاملة في الزين وزادت يا شجرة الصفصاف من جاورك ما خاف الرالفة والقاف على الرفق رفدوك على الكتاف لا وين بيها وين يا الكاملة في الزين وزادت في الكلام والمعاني وزادت لو يطلع الفجر ما نكملوش كلامها هي تقول لعباد الحاضرة ما بقاتش في راسها دمعة الرجال يرجعوا من الدفينة ووقفين قدام باب الدار خاطرهم تحير وكلامها حكا واش صرا الخدوجة هاي قالت ودخل الشك على سبة موتها انسان دايرين حالة بالبكا لا من يسكتهم حتى مزاهية طرشة ما سامعها والو ما قلقوها يا اخي سمعوا حس محمود الدقس كانت ام خدوجة ربي يرحمها ساكنة في زنقة العمامرة راجل كبير وحاج بيت ربي والناس الكل يهابوه يحترموه عنده كلمة وهيبة دخلنا نهارهم من وراء الحيالات انهام على الشي راهم يديروا فيه قال ما تشي حرام لقى ورايهم دار بلا مالي وهذاك الخبيث الطيب راجل خدوج مداير روحه في تحرحيره كبيره هو ولا خلي روح من الجبانه هادي اللي قالوا
قتلت عماته مشاية في عزاه، اقتلها ادفنها وقبل عزاها. كبوها ماليها مولات 16 سنة ودفرها راجلها على مولات 22 سنة على قفاها ودفنوها، وقعدت صفية اليتيمة ما عنده من يحطوها. قعدت صفية الباباها ما قدرش حتى يشوف في عينيها من الشي يدير في امها، هو في باله ما هي على بالها بوالو. لكن صفية فهمت كلش وسمعت كلش، هاي سمعت وش قالت زاهية وش قالت حنة. في الليل اتفرق الغاشي، جاء الطيب عند راجل زاهية قال له خلي صفية عندكم حتى نفوتوا يامات. زاهية مدابية تحكم صفية، طاحت صرتها في حجرها تحبها وتموت عليها، وما تلقاش صفية صدر حنين عليها بعد امها بخلاف زاهية. البيت الزاهية جاية فوق بيت خدوجة ربي يرحمها. النهار السابع تاع خدوجة ربي يرحمها جاء الطيب يدقدق في باب زاهية، خرج له راجلها قالوا راني جيت ندي صفية. خرجت زاهية تجري تلوح عينها لوسط الدار تلقى مرا وبنتها لابسين كيبني عداس هايزين قشهم مرزم في حولي. زاهية ما ضحكت ما بكات، صفية خايفة من باباها تترعد بعد الشي اللي صار كرهته. قالت لها زاهية روحي يا بنتي يتولاك ربي ودعاوي الخير، هذا ما كتب ربي مرحبا به. نزلت صفية تلقى مرت باباها قرمية وبنتها العطرة. العطرة وصفية انتجات عمرهم 6 سنين. العطرة مات باباها في الشنطي طاحت عليه المادرية. بعد ما حكاو النساء لرجالتهم على ما سمعوا في الجنازة وعلى ما قالت حنة وزاهية، الناس كل كرهوا الطيب، لا من عاد يهضر معاه لي تلاقاه يدور راسه. الطيب كان موسى سليمان يخدم في قهوة النجمة، قالوا شوف لي تماك شما رجال عندها انسان الزواج. بط عليه سليمان يا مات وكي شاف في القهوة يطلب قالوا تاخد برا يشوف بلاصة خلاف هنا راه ما يزوجوكش ما يعطيوكش. أما الطيب جن راح جاب قرمية وبنتها من بلاد خلاف كان يخدم فيها. قرمية خشين تحاشية وزقرة ما أعطى ربي فيها لا زي لا خلاق لا دين، لا هي ولا بنتها العطرة. وجوههم من الشموس دابغين وعينيهم صغار وحولين وفريسهم بالزغب مكسيين، ساكنين في القرابة مع الكلاب والدواب حاشاكم وحاشا السامعين. هاهي قسنطينة القديمة كيفاش دخلوك بني هالة، فسخوك ووسخوك على عبيدك بدلوك. قليلة الحياة قرمية ترقد الطفلة معاها، كل الصباح يصبح الفراش مبلول وريحة الأمونياك مطبوقة في البيت، عينين الطيب رايحين يعماو من الروايح. كيما قالها وشو هاد الحالة هادي 6 سنين وتبول في الفراش، قالت له قرمية من بنتك تغير من بنتي حتى بنتي مسكين في الليل عاد تخاف على هذيك وتنجيبها ترقد معايا. وزيد ماك حنين عليها ما تشتيها، كون غدت لها تربيجة تربش بها كيما بنات المدينة. من هذاك النهار طيب خمم عيط لها بلالة. قالت له كيفاش سميتها بلالة؟ قالت الاسم تاع الرومية صدق لها هذا التربيجة بلالة من البلال والهنا تصبح فيها، راحت فيها بلالة. هي الدنيا اللي خطات امه يحط حجر على فمه. كي كانت صفية وحيدة امها جاب لها باباها اللي تقاحرها في كلش حتى في لبستها. ناضت مرت باباها قرمية فرزت كلش، لقني درات الملاح انت صفية مدتهم البلالة وخلت صفية تلبس في قش الشتاء في الصيف وقش الصيف في الشتاء. هي عاشت صفية في الهم والميزيرية وصابرة على البلان تاع قرمية وبلالة. زاهية ما صبرتش على العوج هذا، ما دارش العام على موت خدوجة. خرجت زاهية وراجلها قالت له ما نقعدش في 40 شريف وفي الدار هذه كري لي ليش بيته في نخرج ليها. خرجت لازم تحل مشرقة وبيت سكنه. قالت له قرمية في هذيك العشية اللي خرجت فيها زاهية قالت للطيب انا راني كرهت هذه المعيشة، بنتك نهار كامل وهي تقاحر في بلالة، شوف البيت اللي فوقك اللي فرغت احكمها لبنتك تقعد ترقد فيها. الطيب تكسر ويدي على الضرب. ما اللي صار لخدوجة ما صرا، عاد واش تقول قرمية يقول امين. طلعت صفية المغبونة هذا البيت كي مغلوب الشرع، القطرة وندى
والحيوط مقشرين. تقول سيلونا عندها مصيبة طويقة عالية الفوق عرض شبر منين دخلها الضوء في النهار. طلعت صافي صفية الحنبل تعمها وحويكة تغطى بها. هي الدنيا ولات العز يقعدوا للدز. هذا عجبتكم القصة؟ راكم مرتاحين؟ يا اخي راكم متبعين؟ واش راكم كون زيدو نتلاقاو باش نكملوا قصة صفية وما صرالها مع دلالة والخطابة اللي جاو للدار؟